السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. إجتني هاي رسالة مثل ما أنتم شايفين إنه بده يعطوني هذول الجماعة 60 يورو، بس حتى أحصل هاي 60 يورو لازم أقنعك أنت كمستخدم إنك تنضم لهذا الموقع، موقع اسمه ريفولوت، عبارة عن بطاقة ائتمانية. البطاقة بتكون صفر، الرصيد فيها صفر، ما فيهاش أي رصيد، أنت لازم تضيف لها رصيد، يعني فيك تحولها عن طريق البنك أو عن طريق الماستر كارد أو عن غير هيك من الطرق. المهم بدي أحاول أقنعكم في هذا الفيديو أنكم تنضموا إلى هذا الموقع عن طريقي على أمل إني أحصل 60 يورو. أول ميزة لهذا الموقع إنه بيخليك تسحب برا ألمانيا أو في أي مكان من العالم لحد 5 مرات بدون عمولة. هو كاتب لك إنه 5 أبهيبونج، يعني 5 مرات سحب أوردر او يعني 200 يورو برول اوف مرات خلال الشهر، يعني 200 يورو بتسحبهم بدون عموله. انا صراحه مره من الزمانات سحبت برا المانيا 200 يورو فدفعوني هم 7 يورو، فاذا كانت معك هاي البطاقه فانت بتوفر على حالك شويه مصاري ان شاء الله. شغله ثانيه، طبعا هو البطاقه عباره عن تطبيق، يعني فاذا فتحت لكم اياه طبعا فيش افتحه على الموبايل مشان الامن والامان، لانه بعدين بزعل التطبيق. يعني حاولت صراحه اسوق عن طريق الموبايل مباشره بس ما مشيش الحال، فعملت سكرين شوتس او صور للشاشه مشان يطلع بهذا الشكل. خلينا نشوف التطبيق. اول شيء عندنا هاي الصوره الاساسيه، يعني اول ما تفتح التطبيق بيفتح لك هيك. طبعا انت حتى تفعل التطبيق يعني بيحتاج بعض المستندات، اول شيء لازم تكون مقيم في المانيا، ثاني شيء لازم يكون معك الاوسفايس الماني، احيانا بيطلب كمان على الرقم الضريبي، بس الرقم الضريبي فيك تقول لهم انه بعدين ترسل لهم اياه وبتروح السلامه. طيب هاي التطبيق بهذا الشكل. طبعا بعطيك هون بعض الشغلات، بقول لك ويدجتس هون امازون ميوزك مثلا، اذا بدك تشترك بامازون ميوزك فبعطيك عليها كاش باك 5%، فانت احسن ما تشترك عن طريق الامازون ميوزك مباشرة بتخسر ال 5%، اشترك عن طريقهم عشان توفر على حالك 5%. طبعا ما بعرف قديش عمولة الامازون ميوزك، بس بغض النظر المهم انه بيجيك كاش باك لحد 5% اذا اشتركت بامازون ميوزك. هاي اول شغلة. طبعا هاي القائمة او الواجهة بتشوفها بعد ما تفعل الحساب. هاي الصورة الثانية على سبيل المثال كمان، اذا بدك تربح او اذا بدك تعمل انفستيرن او استثمار بالاسهم او غير هيك، هم حاطين لك هون انفستيرن اذا شايفينها، وهون حاطين لك اكسين او بالاسهم. طبعا اذا عندك خبره بالاسهم فالتطبيق بيسهل عليك عمليه المتاجره بالاسهم. هاي الخطوه الثانيه او الصوره الثانيه. هاي الصوره الثالثه، التحويل صراحه منه سهل ويعني جدا مفيد. يعني اذا بتحول من واحد عنده ريفلوت لواحد عنده ريفلوت احسن لك ما تحول عن طريق الماستر كارد، لانه هذول الجماعه ما بياخذوش عموله. يعني اذا صديقك او اخوك محتاج مصاري وانت بدك تحول عن طريق الريفلوت فاحسن لك تحول عن طريقه، لانه مش راح ياخذ عموله مباشره اذا كان عنده حساب ريفلوت. هاي فيك تقول لهم مثلا ترسل ريفلوت فريندر او صديق يعني في ريفلوت، او فيك حتى ترسل على البنك، بس البنك صراحه راح يصير في عموله، فاحسن لك انه ترسل عن طريق ريفلوت اذا كان صديقك عنده ريفلوت. طيب هاي الصورة الثانية أو الصورة الثالثة. هاي الصورة الخامسة، هاي بعض الجوائز، يعني هاي الشغلة ممكن أقنعكم فيها إنه إذا عمرتوا بعض الكورسات، طبعا كورسات هون بس عبارة عن قراءة بعض الكلمات وتجاوبوا عليهن، فإذا عملتوهن بعطوكم هم شوية مصاري هون على سبيل المثال، بقول بلونج فور ليرنر، يعني إنه مكافأة التعلم. أعطاني هاي 0.004، طبعا أعطاني إياها بالعملة الرقمية وليس بالعملة العادية، فأنت بتعمل كورس حول العملة الرقمية. الكورس عبارة بس عن 3 أسئلة بتقراهن وبتجاوب عليهن. أنا يعني حطيت يعني حاولت أجاوب عليهن هون. هاي مثلا تروح هون إنديكن أو اكتشاف، بعدين حط لك هون كريبتو جروند لاجن، بمعنى إنه أساسيات الكريبتو، فبقول لك إنه اكسب لحد 1 يورو في عملة الدوت، هون اكسب لحد 4 يورو في عملة الدوت، طبعا بس بالعملة الرقمية هاي الموجودة هون. إذا رحنا هون مرة ثانية، هاي يعني كمان يعني كورس عملته بس زمانات، فبقول انه كسبت 80 يورو او 80 سنت عفوا في الدوت. طبعا الدوت هاي ممكن ترتفع ممكن تنزل، هي يعني عملة رقمية يعني الواحد ما بيحسبش عليها، بس حاليا العملات الرقمية رائجة يعني، ف يعني اذا كان عندك رصيد فيها ليش لا. طيب هاي الكورس يعني عملتكم بس واجهة الكورس، هون بقول لك كسبت مثلا لحد 80 سنت في الدوت. خلينا نشوف الكورس بس شلون بكون، بس اورجيكم الواجهه تبعه بكون هيك على سبيل المثال. هذا الكورس بس هيك، يعني بس هاي القائمه او هاي الليسته او هاي يعني الموضوع حول العمله الرقميه او البالكودات. بالكودات بقول لك انه بالكودات شلون تشتغل، بقول لك انه تربط سلسله مختلفه من البلوك تشين. طيب بعدين بكون في اسئله، الاسئله بس هنا عباره عن 3 اسئله بتجاوب عليها. طبعا انت حتى لو ربطت بالاسئله يعني انت فيك تمشي على طريق الاحتمالات، يعني انك فيك تعيد وبدون ما تقرا، يعني فيك تظلك تجاوب هيك على الهبل تا يمشي الحال، بس احسن لك تقرا يعني اذا بتحب تستفيد حول موضوع العمله الرقميه. طيب بعد ما
يمشي الحال. طبعا اول شيء اعطاني خطأ او قال لي انه جاوبت على اجابة واحدة صح من 3 اجابات، لازم تجاوب 3 اجابات صح. بعدين بس جاوبت 3 اجابات صح، فقال لي انه حصلت على 80 سنت، حصلت على 80 سنت بالعملة الرقمية اللي هي الدوت. طيب بالاضافة الى هيك، مع العملات الرقمية والسوالف هاي، في مثل ما قلت لكم الكاش باك، هاي حاليا كسبت لحد الآن يورو 60 سنت في الباركودات، هاي في دورة الباركودات. طيب طبعا في بعض المتاجر بيكون فيها كاش باك، يعني مش كل المتاجر فيك تعمل عليها كاش باك، هم حاطين لك الطريقة. يعني على سبيل المثال هاي حاط لي مكافي، بقول لي مكافي في كاش باك لحد 3%. شلون بدك تحصل على كاش باك 300 3%؟ هاي أول شيء لازم تكبس على تفعيل هون، بعدين بيقولوا لك إنه لازم تبلش مع انه سلة فاضية، يعني السلة لازم تكون فاضية تبعك. يعني اول شيء فتحت الامازون، اذا فتحت الامازون اول شيء انك تفضي السلة، بعدين تجي على هذا الموقع، بعدين تعطيك كاش باك اين كاوفن، يعني انه تفعل الكاش باك 1%. بعدين بقول لك انه لازم تخلص عملية الشراء خلال خلال نص ساعة، فانت بدك تكون يعني متأكد انك راح تخلص عملية الشراء خلال نص ساعة عشان تحصل على 1%. طيب هاي 1%. في شغلة مميزة كمان، اذا انت من عشاق التليفونات وعشاق السامسونج والسوالف هاي، فهم حاطين هون كمان كاش باك لحد 3%. 3% يعني اذا بتحسبها على 900 يورو تقريبا طلع 27 يورو، يعني 30 يورو مليحات. طبعا صراحة انفتت هون على موقع السامسونج، فموقع السامسونج اساسا هاي كاش باك از اكتيفيت فور نكست 30، يعني لازم تخلص عملية الشراء خلال 30 دقيقة الجاية. طيب يعني بالإضافة إلى هاي السلافة، فرحت على الموقع السامسونج نفسه عشان أشتري جلاكسي باس. طبعا هم حاطين نوع الجلاكسي اللي لازم تشتري، يعني هم حاطين لي ويل الحصري عفوا صورة الشاشة، إنه الكاش باك بس على هاي النوع، يعني على سامسونج جلاكسي اس 24 256 أمبر يلو، يعني كل هاي التفاصيل بس، يعني بكون 256 أمبر يلو، فبيجيك ساعتها كاش باك 3%. طبعا لازم تفوت تشتري عن طريق الموبايل، ما بمشيش حال اشتري عن طريق الكمبيوتر، بس انا قاعد بورجيكم يعني حاليا. فاذا رحت على السامسونج، يعني القصد انه في شغله اضافيه كمان ممكن تستفيدوا منها من السامسونج جالكسي اس 24، انه شو حاطين تاوش بريمي، بمعنى انه مكافاه التبديل. يعني اذا كان عندك مثلا اس 23 وحاب تبدله مع الاس 24، فهم بقول لي بعطيك اياه تقريبا مثلا 580 محصوليه. هاي هون بدنا هاي حاط لي انه بدك اذا فعلت هاي الكاش باك كمان بصير احسن واحسن، بس هاي الكاش باك المشكله انه بس على الكمبيوتر، وهذيك على التليفون، يعني مش يمشي الحال تفعلها ثنتين في نفس الوقت. فشو بدك تسوي هون حتى تحصل على سعر الاس 24 باقل سعر؟ طبعا الاس 24 ليس الاس 24 الترا، اول شيء بيقولوا اس 24 ولا اس 24، مش حاطين اس 24 الترا، مش عارف ليش صراحه، بس هو على التليفون كان طالع لي اس 24، فهو كان طالع لي اللي موجود هون، وكان طالع لي بريمي تاوش بريمي، بمعنى مكافأة الاستبدال. إذا كان عندك اس 23 الترا كاتبين انه فيك تبدله مقابل 580 بالنسبة لل 256، وحدود ال 700 ل 512، يعني 700 تقريبا بوافق إذا أنت مشتري مستعمل، فبصير سعره معقول جدا. يعني صراحة إذا حاب تشتري الاس 24، الاس 24 بس اللي قلت لكم هاي الخيارات تبع هون عشان تحصل على الكاش باك كمان اللي هي 27 يورو تقريبا. طيب اتمنى اكون اقنعتكم بالانضمام الى هذا الموقع، الموقع اللي اسمه ريفيلوت. اذا حاب تنضم فانضم عن طريق الرابط الموجود اسفل الفيديو. طبعا لازم تنضم، شو لازم تتاكد شخصيتك اول شيء، ولازم تطلب البطاقه، ولازم تشتري 3 شغلات، لازم تشتري عفوا يعني تشتري 3 مرات، كل مره اقل شيء 5 يورو، يعني لازم تشتري 15 يورو حتى اقدر احصل هاي 60 يورو. طيب طولت الفيديو، خلينا نوقف الفيديو ونلقاكم في فيديو اخر. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.